بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ نكمل مع بعض دروس سي بلس بلس. النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة اسمها الاسكيب كاركتر او الاسكيب سيكونس. يعني ايه الكلام دوت؟ نجرب كده ان احنا عايزين نكتب جملة تانية بعد هلو اول ديت كده، مش بنيجي نروح فاتحين تاني دول ونعمل كده ونقول مثلا هلو والدبل كوت وادي اند لاين تانية وهكذا كذا مرة كذا مرة. طب وانا ما ينفعش اجمع ده كله في مكان واحد؟ ينفع، وهم عملوا لنا اختصارات كده صغيرة تساعدنا على الموضوع ده. زي ايه؟ اند لاين اللي انا عاملها هنا دي انا مش عايزة، انا عايزة الاند لاين تيجي بشكل سريع في النص، بروح اعمل سلاش ان. نجرب دلوقتي نعمل تشغيل، هنلاقي هلو اول طلعت في سطر وهلو التانية طلعت في سطر تاني. طيب هو انا ما ينفعش اعمل مسافات بين الكتابة دي؟ مسافات كده، هفضل اخد مسافات بالشكل ده واعمل بلاي عشان يبدأ يشتغل معايا. طب هو انا ما ينفعش اختصر كل السبيسز ديت بحرف مثلا او رمز يسهل لي الموضوع؟ ممكن حاجة اقول له سلاش تي معناها اعمل لي تاب. طب هو انا لو كتبت سلاش بس لوحدها كده من غير اي حاجة هتطبع معايا عادي؟ يعني انا عايز اجي هنا كده اقول مستر احمد واجرب اعمل تشغيل، السلاش ما اشتغلتش معايا. ليه ما اشتغلتش؟ هو دلوقتي عنده مشكلة، هو يعني السلاش دي جزء من اوامر عندي زي السلاش ان والسلاش تي والسلاش لسه هنقول الباقيين، سلاش ان او سلاش تي، مش دي حاجة جزء من امر؟ فهو اعتبر ان سلاش اي ديت امر على بعضها. طب نفرض انا عايز اكتب سلاش بالشكل دوت، ليها سكيب سيكونس ان انا بحط اتنين سلاش ورا بعض، بقول له معناها ان واحده منهم ادي الامر اللي جاي لك، الامر اللي جاي لك اللي بعدي، ايه الامر اللي بعدي؟ ان انت تطبع لي علامه السلاش. لو جينا عملنا تشغيل دلوقتي هتشتغل معايا. طب لو عايزين نكتب حاجه بالشكل ده، مستر بعد كده دبل كوت هنا ودبل كوت هنا، انا عايز احمد ديت تيجي بين دبل كوت. لو شايفين تحت كده هو عمل لي علامه ايه؟ ايرور. طب الايرور دوت لازمته ايه او جه منين؟ هو اعتبر ان الدبل كوتس ديت انتهاء الجمله اللي جايه له في السي اوت، هي نهايه دي، اول واحده قابلها تعتبر نهايتها خلاص، ملوش دعوه هو بشكل الكتابه عامل ازاي. طب عشان خاطر اخليها تيجي في النص كده عادي اعمل ايه؟ احط برضو قبليها سلاش. يعني لو حطينا سلاش هنا وسلاش هنا هو اعتبر الاتنين دبل كوت اللي قبل احمد وبعد احمد دول ان هما هيتكتبوا عادي. نجرب كده، ادي الدبل كوت طلعت عادي. نفس القصة للسنجل كوت. السنجل كوت هنا هتطبع معايا لان انا سترينج، بس لو كاتب كاركتر حرف السنجل كوت ما كانتش هتطبع. تمام، ودي تشغيل. انا لما باجي اكتب حاجة عبارة عن حرف مجرد ان انا بعمل كده سنجل كوتس كده وبكتب الحرف في النص. فلو كان الحرف بتاعي دوت شكله اصلا سنجل كوت ده كان هيعمل لي ايرور. طب عشان احل الايرور بتاعها بحط قبليها سلاش. تمام، طيب في عندي ايه كمان من السكيب سيكونس؟ عندي مثلا حاجة اسمها باك سلاش ار. ارجع بس الكتابة دي عشان خاطر نشوفها هتعمل لنا ايه. هقول له باك سلاش ار كده، دي حاجة اسمها كارج ريتيرن، مجرد ما ادوس عليها طيرت لي الكتابة اللي قبل اللي انا كاتبه. طب دي انا هستخدمها في ايه؟ قدام شوية في حاجة ادفانسد كده اسمها الفايلز هنلاقي نفسينا بنحتاج ان احنا نمسح الكتابة اللي مكتوبة عندي القديمة واسيب الكتابة الجديدة بس. تمام، عايزين نتكلم عن حاجة تانية برضو بنستخدمها في البرمجة عموما، حاجة اسمها الكومنت. يعني ايه كومنت؟ الكومنت يعني انا حاجة بكتبها جوه الكود بتاعي بس ما بتتنفذش. طب انا هكتبها ليه؟ اكيد مش هكتبها عشان ارخم على نفسي، انا بكتبها جوه الكود علشان توضح لي الكود ده بيعمل ايه. طب انا ما انا اللي عامل الكود، يعني هستفاد ايه ان انا اكتب هو بيعمل ايه؟ هستفاد حاجة بسيطة جدا من كتر الاكواد بعد كده ان شاء الله لما تبقوا مبرمجين وشغالين على اكتر من برنامج في نفس الوقت،
هتلاقي نفسك بتكتب الكود ونص ساعة بتنسى انت كاتب ايه. دي اول حاجة. تاني حاجة، علشان مش بس عشان بنسى، علشان خاطر انا الشغل بتاعي مش انا الوحيد اللي هعمله، يعني انا ما بمسكش ابليكيشن من اوله لاخره، انا باخد جزء وواحد تاني في التيم بتاعي بياخد جزء، وواحد تالت في التيم بياخد جزء، وواحد رابع بياخد جزء، وهكذا بيتقسم الشغل ما بيننا. طب علشان احل الموضوع ده بعمل ايه؟ ما هو مش كل لما يلاقي سطر مش فاهمه هيتصل بيا يقول لي هو السطر ده بيعمل ايه. انا لازم احط جوه الكود بتاعي حاجه اسمها كومنتس. ايه الكومنتس ديت؟ الكومنتس ديت حاجه بتشرح لي انا بعمل ايه. يعني انا هاجي هنا كده هقول له هنا اعمل لي برنت لمستر احمد. انا هنا موضح ان الحاجه اللي جايه بعد كده بتعمل برنت لكلمه مستر احمد. طبعا يعني مش هتبقى بالتفصيل الممل قوي كده، بس يعني بكتب الفانكشن ازول بتعمل ايه. طيب زي ما احنا شايفين انا حطيت اتنين سلاش قبلها، اتنين باك سلاش سوري قبلها، علشان خاطر يتفهم ان كومنت، وهتلاقوا لونه بقى اخضر كده، ما بقاش زي لون بقيه الكتابه. طب هو الكومنت لازم يبقى سطر واحد؟ افرض انا عايزه اكتب يعني شرح بتاع حاجه كامله ككومنت، بعملها ازاي؟ بعمل باك سلاش ستار وفي اخرها ستار باك سلاش، وبكتب اللي انا عايزه ما بينهم. ان شاء الله اكتب مليون سطر، محدش ليه عندي حاجه. دلوقتي لو جيت عملت تشغيل للبرنامج، الجزء اللي فوق ده كانه مش موجود اصلا. تمام، يبقى احنا كده النهارده عرفنا ايه هي الاسكيب كاركتر او الاسكيب سيكونس، وعرفنا يعني ايه كومنتس. اتمنى اكون افدتكم في الدرس ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.